الصيف، فالكون يحتفي بحكايتي. هي ذي الزرقة تختال في سمائي عندما ينهمر ضوئي مختلجا بالطمي على الفرات. تأمل، فهذه المرأة ما زالت تهمس لي في قلبي قصة العبور إلى الضوء من نافذة شالها وقرطها الديري الموشى بذاكرة المكان. أرقص، فالمولية وبردي يثيران صخب اللون، ونقر الريشة يطوف بمقامات سنبلة سنبلة. تأنى، فاعتناق المسافة بين الذاكرة والروح يصبح أحجية تحتاجك. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مبتدأ الكلام. اسمحوا أن تتعرفوا إلى ضيفنا في التقرير التالي. ما زالت ألوان الفرات في ذاكرته تحكي قصة الإنسان والأرض والطيبة والمحبة. جسد عوالمه الساحرة والممتعة ببصمته الواضحة المتروكة في كل عمل أنجزه. أنور الرحبي، من مواليد دير الزور عام 1957، له العديد من المعارض الفردية والجماعية ضمن صالات العرض الفنية العربية والأجنبية، مؤسس جماعة 6+1 ومؤسس جماعة 4، أمين السر لنقابة الفنون الجميلة بدمشق، مدير تحرير الحوار العربي ومشرف على مجلة الطلعي للأطفال. كتب في النقد التشكيلي في مختلف الدوريات السورية والعربية، مشارك في مسابقة اليونسكو الدولية. حصل على العديد من الجوائز التقديرية وصمم أكثر من 250 كتاب أدبي. تتميز تجربة الرحبي بعدم إثقال العمل الفني بالمفردات، حيث يترك فضاءات متنوعة كي تتنفس العين من خلالها، وهذا ما يعطي أريحية للمتلقي. له أسلوبه الخاص الذي تفرد فيه وبصمته المميزة في اللوحات التشكيلية، حيث يعتمد على التبسيط والاختصار والتنوع بين المفردات. استطاع الفنان أنور الرحبي أن يثبت جدارته ليس على الساحة السورية فحسب، وإنما على الساحة العربية أيضا، عبر تواصل عرفناه منذ زمن بعيد في مسيرته الفنية التي واكبها. فالفن التشكيلي لديه عبارة عن موسيقى وقصيدة شعر أغنتها الحروف والتراث والرؤى والأفكار. ولهذا يعد أنور الرحبي واحدا من رواد التشكيل السوري والعربي. اهلا ومرحبا بك الفنان التشكيلي انور الرحبي. اهلا وسهلا. اسمح لنا ان نفتح باب الحديث في سيرتك الذاتيه والفنيه، ولكن بعد الفاصل. تفضل. اهلا ومرحبا بك من جديد الفنان انور الرحبي. دعني مباشره استشهد بما تقوله عن مدينتك. مدينتي هي الشعر الخاص، وأنت من مواليد دير الزور، المدينة التي شغف أهلها بكل مناحي الحياة والطبيعة. حدثنا، ماذا تحمل إلينا من هذه الطفولة؟ طفولتي الحقيقة ليست كبقية الطفولات الأخرى. أنا لم أذهب إلى الشارع بحكم عمل والدي ووالدتي، فكان الكتاب صديقا للأسرة بشكل أو بآخر. حتى وخاصة الأعمام والأخوال كان لديهم هوى بالأدب والشعر، فلهم دور كبير الحقيقة. فكانت الكلمة وكان الشعر والقصة وما شابه ذلك من الأصوات الأدبية التي تعمر في بيتنا. فالحقيقة أنا انجليت إلى شيء أحببته جدا، وهو الرسم. فكانت والدتي علاقة رائعة جدا بيني وبينها، فكانت تجلب لي أقلام الألوان وأرسم، بنبطح على الأرض وبقوم برسم. زرعت في داخلي
حب اللون. بقي ذلك لديك أستاذ أنور؟ يعني الوالدة كانت تشجعك وتري الرسمات للأقارب ولكل من يزور بتعلقهم على المنزل. الحيط، بتعلقهم وبتستدعي اخوالي والمقربين من الجيران انه هي اعماله كذا، فكتير وكنت تحمل صورتها في جيبك على طول دائما. على طول على طول. وحتى الان انا عمري 62 سنه فصورتها في جيبي. الحقيقة بعثت مجموعة أعمال إلى أول مسابقة، هي مسابقة شنكر العالمية بالهند، وأفاجأ بعد 3 أشهر، وكنت في عمر صغير خامس جدا، صف خامس، صف خامس، عن طريق الأستاذ صالح الشاهر وهو مدير مدير المركز مركز الثقافي، الثقافي. كان يحبني كثيرا يعني. فأرسلت الأعمال بعد 3 أشهر، وإذا تجيني كتاب من وزارة الثقافة السورية الحضور إلى دمشق، أنت فزت على العالم بمسابقة شنكر العالمي. يعني يقول فاتح المدرس الفنان الكبير: أنور الرحبي هو الفنان والإنسان، حمل معه دير الزور والحكاية والصحراء ورموز الفرات وشجر الغرب إلى مكانها الجديد دمشق. صحيح. كيف حدث هذا؟ وكيف نقلت هذه الثقافة بكل ما فيها إلى الثقافة في دمشق عند انتقالك إليها؟ سيدتي، مدينة دير الزور الحقيقة فيها مسألة مختلفة تماما عن المدن، ليس بالأحسن أو الأهم لا، فيها مظهر من مظاهر الشمس. الحقيقة الأرض صحراء، عندما تذهبين من دمشق إلى دير الزور الحقيقة هناك امتداد فظيع من الصحراء، وبداخل هذا الصحراء شجر النخيل. كيف العلاقة ما بين النخيل والأرض الصحراوية وانعكاس الشمس؟ فبتشوفي سعف النخيل يضيء. فأنت كفنانة يعني، وهذا حقيقة حملته إلى دمشق منذ السبعينات، أشعر بأن دير الزور هي ثقافتي الأولى ومعنية في كمواطن مواطن فيها، وكثقافة مبنية على العادات والتقاليد والسمعيات التي أنا كنت أسمعها، وهي الحكايات الشعبية المتوارثة تماما يعني. لنتابع في السيرة الذاتية لنتعمق أكثر في الصورة واللون لديك أستاذ أنور. أيضا العلاقة يعني في عائلة هو الفن والثقافة، يوجد الجدة التي كانت تحكي الحكايات، وأثر هذه الجدة صحيح. في حياتك، وأيضا استماع إلى الموسيقى أو الأغاني التي لها علاقة بالمنطقة. الحقيقة جدتي يعني كانت تسمعني بداية الحكاية، وكنت أتطلع إلى الهبرية الشال، كان شالها أو هبريتها في غاية الجمال. عندما ترين مثلا اللون الأصفر يعاكس الأزرق، الإكريجون مع الأزرق بشكل رائع جدا، وبيطلع من اللون الأبيض ومكحلة بطريقة بدائية جميلة جدا، فكانت هذه الصورة أحفظها تماما. يبقى صوتها لكنني لم أسمع الحكاية، لكن شكلها كان متوضع على اللوحة حتى هذا الوقت. وأيضا في الإعدادية بدأت الصورة تتسع أكثر، وبدأ صحيح. اهتمامك بالفنون التي تحبها أكثر يتوسع. حدثنا عن المخرج المسرحي أنور الرحبي في الإعدادية، هذا الكلام. الحقيقة بالمرحلة الإعدادية كان في اسمه اتحاد الطلبة، اتحاد الطلبة يبدأ من العاشر. نعم. فدخلنا اتحاد الطلبة، والحقيقة شفت في شيء مجموعة من الشباب المتوقدين يريدون أن يقومون بعمل مسرحي، جندت نفسي لهذا الموضوع، وقمت بإخراج مجموعة من الأعمال المسرحية وأنا بالصف العاشر يعني. أذكر تماما يعني مثل براك سجورة اللي أخذت عن سوفوكليس لتوفيق الحكيم أعدها، وله الأصدقاء اللي أخذتها كمان عن صموئيل بيكيت، وعملت مسرحية كيف يتخلص السيد ميكومبورد من آلامه لبيتر فايس، وأخرجت الجليل أنا وأنت وهم، وهي مسرحية فازت على جوائز كثيرة كبيرة. والغريب أنني عندما خرجت إلى حلب في مسابقة الهواة، فكان رحمه الله فواز الساجر
ومانويل جيجي الحقيقة قالوا تنهار بيعملوا نقد للمسرحية، فقالوا مين المخرج؟ فطلع الولد يلي هو صف عاشر، قال انت وين دارس؟ فقلت لهم انا لساتني صف عاشر يعني. فاستغرب الله يرحمه فواز ساجر، فاخذت الجائزة الاولى في الاخراج يوميتها. قد يثير الاستغراب استاذ انور، يعني نشأت في عائلة تهوى الفن والادب، ميال الى الادب والشعر، وانت عشقت الفن المسرحي ايضا وعملت مخرجا منذ كنت صغيرا يعني، وقرأت يعني انت قارئ نهم لكثير من الكتاب العالميين والمحليين. نعم. ومن ثم اتجهت إلى الفن التشكيلي، ولم تدرس الفن التشكيلي أكاديميا بل كنت دارسة تاريخ. يا سيدتي الحقيقة هو صار في إشكال بما يتعلق بدراسة الأكاديمية كلية الفن الجميلة. تعرفي نحن بمدينة بعيدة. نعم. شبه منسية تماما الحقيقة، فعندما أعلنوا المسابقة لم يخبروني الوقت اللي كان فيه مسابقة. نعم. عندما حصلت على البكالوريا الحقيقة أتيت إلى دمشق يوم الثلاثاء القادم، وكانت هي يوم الثلاثاء الآن. فأصبح خلاف بهذا الموضوع، لكن أنا مؤمن تماما ولا زلت حتى بهذا العمر أنا هاوي، وأنا لست محترفا ولا أحب الاحتراف أبدا. أنا سألت يعني أستاذ الفنان التشكيلي غازي عانة عن يعني الفنان الذي لا يدرس أكاديميا ويكون من فناني الصف الأول في على المستوى العربي وعلى المستوى العالمي أيضا وعلى المستوى السوري تحديدا. نعم. يعني فقال الذين يهوون الفن يعملون بحب أكبر، ما رأيك بهذا الكلام؟ يعملون بحب أكبر ممن يدرسون أكاديميا الفن التشكيلي. هناك دافع من نوع معين لأنه لم يؤطر أكاديميا دراسة الفن التشكيلي بل كان دراسة حرة. لا، مهم جدا الأكاديمية إذا كان موهوبا، إذا كان موهوبا أن لا يصبح رقما في عداد الأرقام التي تتخرج من الأكاديميات المتخصصة. عندما تكون أنت اليوم تدرس الطب وبالتالي أنت شاعر مهم جدا يعني، والأمثلة في التاريخ كثيرة. يعني نزار قباني لم يدرس الأدب العربي الحقيقة، وهو شاعر عظيم جدا يعني، وتجي على كثير من الأدباء حتى نجيب محفوظ المصري لم يدرس الأدب العربي وهو كاتب مهم جدا. فأنا أريد أن أقول شيء مهم جدا، الهواية والموهبة لها تقريبا 70% من إمكانية استحضار إمكانياتك على الواقع. نعم. و30% هو شغب وأحيانا اعتدال، والشغب أحيانا هو ميل ورغبة، والاعتدال أحيانا لأنصف نفسي أنني أكاديمي. أنا لا أريد لا أنصف أكاديميا ولا أنصف الحقيقة لماذا؟ معتاد. لماذا أنا تقول؟ أقول نعم. أنا أقول عندما أغني وأنا لست مغنيا فأترك لغيري يغني، وعندما أقول أنني رسام الحقيقة أنا لست رساما أنا فنان. والسبب رساما عنده يعني من الصف السابع أو السادس حتى البكالوريا كنت رساما وكنت أنقل بشكل كثير كويس، وحتى مرة وأنا أرسم كلفت من أحد أساتذتي أن أرسم امرأة عارية الحقيقة والشباك مفتوح، وإذا أفاجأ بأنه الأمن الجنائي بيقرع الباب وبده ياخذوني أنه كيف ما بتسكر عيب عليك للوالد أنه ابنك غير مربى يعني غير خاضع لتربية مجتمع معين، قال لهم فوتوا تفضلوا. الحقيقة هي رسمي عم يرسمها على الحيط يعني على الكرتونة. هذا دليل على شيء، دل على أنه أنت من صحوتك الأولى الحقيقة على الرسم وعلى الأدب والفن والمسرح بتحب هاي الحياة الجميلة أنا بشوفها. أما والله أنا يشار إلي أنه أكاديمي أحترمها، أحترمها بشكل كتير كتير وبجلة يعني، لكن الحقيقة المبدع هو صوت لكن يحتاج إلى احتضان. هذا الصوت إذا كان احتضان صح ومريح وإيجابي صدقيني سيخرج ويعلن كثير من النجاحات. لفت نظري قولك بأن أنك قلت لم يعلمني أحد وليس لأحد فضل علي. صحيح. في مكان آخر تقول
يعني تعترف بفضل نذير نبعة وتتحدث عن شغفك وسعادتك بأنه درسك في الصف السابع. وأيضا أود أن أسألك عن غسان الحلبي، عبد الجبار ناصيف، خالد الفراتي وآخرين. سيدتي، الحقيقة هدول كانوا مدرسين في الثانوية. نعم. أنا لست يعني ليس لي معلما، خضعت سنوات في التعليم عنده، نعم. عبارة كان بالأسبوع يمر علي طالب من بقية الطلاب الحية، وكان كنت شغوفا عندما يرسم على السبورة. ومرة قلت له، وأذكر تماما، أنت ترسم الحصان بجمال رائع أستاذ، على الحصان. قال لي أتحب رسمي؟ الحقيقة قلت له أنا بحبك أنت، لأنك أنت خليتني أحب الحصان. فرد علي وحط إيده على شعري. أنا أتذكر كنت طفل يعني صف سابع أو ثامن، بس لم يعلمني رسم الحصان، أنا تعلمته بدون أستاذ. يعني هو رسم، أعطانا هذه الساعة وخرج. وبقية الأساتذة كذلك، يعني لم أدخل يعني بمعنى تحت مظلتهم وأتعلم منهم الكثير، لكن كنت شفيفا وشغوفا بما يقومون من أعمال. وهي حقيقة امتنان شخصي على نفسي. يعني قبل أن تتم 20، حضرتك توجهت إلى العمل في الإعلام، كنت محرر ورئيس تحرير، عملت في مجلة الطلائع، مطبوعات متخصصة أيضا، وجريدة الثورة والبعث استمريت فيهم فيما بعد. الرابط بينه وبين الفن، ماذا قدمت للإعلام وماذا قدم لك على صعيد الفن التشكيلي أيضا؟ أتيت إلى دمشق كأي طالب بده يدرس بالجامعة. نعم. الحقيقة ما لي شغل، والحقيقة كان والدي يتمنى علي أن أكون طبيبا مثل بقية إخوتي، فأنا أكره الطب بشكل، أو المسائل العلمية، نعم. يعني لا أحب المسائل العلمية أبدا. فخرجت من البيت الحقيقة، وكنت زعلان زعلان من بيت أهلي يعني. فهو كان يريد أن يوجهني بشيء آخر، نعم. لا يريد الفن والكتابة والأدب فكنت خارج عن هذا الموضوع. فالحقيقة والدتي وقفت على الباب وقالت يا ابني، ما في شيء أنا أقدر أعطيك إياه. ونزلت دمعتها بشكل كتير كبير، لأنه حزنت على العلاقة بيني وبين والدي، أنه ما بتوصل لأنك تترك البيت وتروح لحالك يعني. فأهدتني قطعة قماش وهي من الحرير، الحقيقة لها رائحة هذه القطعة، وموجودة الآن في مرسمي. فقالت والدتي، يعني بمعنى أنا بحبك يا ابني كثير، فأنا أرجو هذه القطعة إذا رأيت امرأة أو فتاة أحببتها تهديها وتقول لها أن هذه القطعة هي من أمي. أتيت إلى دمشق ليس لي عمل طالب، والدي ما ساعدني بهذا الموضوع بشكل. فالحقيقة شفت أحد الكتاب، وكل الخير له، من هو؟ وهو الحقيقة في الآن في السماء، هو الأستاذ الدكتور عبد الله أبو هيف وممدوح عدوان. فسألته لممدوح، قال لي شو بدك تشتغل؟ قلت له والله يا ريت أنا أكتب بالصحافة، أنا بحب الصحافة وبحب المسرح، بس أنا رسام يعني إذا بشتغل موتيف أو شغلة أو كذا. فأخذني لعند محمد عمران الشاعر العظيم، وقال لي يا ريت ترسم لنا بالمجلة. كان هو رئيس القسم الثقافي، وتعرفت على مجموعة من الأدباء والكتاب، وأنا حصلت بكالوريا جديد يعني، تعرفت. فالحقيقة جبت كتب لغة عربية حتى أتمكن من جزالة الكلمة والإيقاع والإعراب وما شابه ذلك، والجملة كيف تبدأ وكيف تنتهي. وتقدمت على مسابقة الثورة ونجحت في مسابقة الثورة، والحقيقة عينت محررا فيها. كنت محررا في جريدة الثورة، وبقيت 15 عاما يتشعر محررا. بأن هذا يعني نوع من حاجة للمهنة بداية، مشان وموهبتك آكل، لا لا مشان آكل ساعدتك. سيدتي، يعني الحقيقة نعم، ولكن هي أضافت للفن التشكيلي، يا أضافت لطيف للخبرة إليك. يا لطيف يا نعم. لطيف يا لطيف، بدأت ناقدا،
دخلت صح بالعمل الإعلامي أو الصحفي، لكن الحقيقة بدأت بالنقد التشكيلي. حضرتك من 1970 تكتب نقدا تشكيليا، لا و بال 76 يعني 76 بالسبعينيات نعم. كتبت النقد التشكيلي. يعني وددت ان اسالك ولو يعني كنا نتحدث في سيرتك الذاتيه يعني على الهامش، رايك بالمظهر النقدي التشكيلي اليوم؟ يوجد يعني قله من يكتبون في النقد التشكيلي السوري، هل لدينا نقاد تشكيليين ام هي دراسه او قراءه للوحه او للمنجز الفني؟ ويعني كيف لا يمكن لا ان لا يكون لا طبعا لدينا نقاد طبعا في تشكيليين؟ مجموعه كبيره من النقاد التشكيليين، ولو فسحت لهم المجالات والمنابر لحققوا كما حقق الفن التشكيلي. لكن ثقافة النقد التشكيلي عند الفنان وعند جمهرة اللوحة أو جمهرة الفن الحقيقة معدومة. أما النقاد فمجموعة في أساتذة رائعين جدا، وأذكر منهم صلاح الدين محمد، أسعد سعد سعد القاسم، غازي عانة، الحقيقة علواني، عفيف بهنسي، كيف تقيم ما يكتب بينهم من نقديا؟ الباحث والناقد. كيف نعم، تقيم ما يكتب نقديا في لوحتك؟ منهم من قرأني نتيجة احتكاك، نعم، احتكاك يومي، وأقدر في هذه الكتابات الحقيقة اثنين هم صلاح الدين محمد وأذكر سعد القاسم. دعنا نتابع في مجال أيضا سيرتك الذاتية أستاذ أنور، و الشغف في المسرح، لماذا الشغف في المسرح الكويتي؟ الحقيقة على ما يبدو أنه الأرشيف تبعي واصل لك بدقة، يعني أنا اشتغلت بفترات زمنية معينة، لكن أغلقت هذا الباب لأني توجست أو اتجهت بكليا فيما يتعلق بالكتابة واللوحة. الحقيقة المسرح أنا يعني طفولتي تقريبا أغلبها كانت هي علاقتي بالستيج بالمسرح يعني بشكل أو بآخر، لكن المسرح بالنسبة لي هو عليت صوتي، كنت اللي بقدر أحكي اللي ما كنت أقدر أحكيه في الشارع ولا في البيت بسبب الشارع أدبياته وفي البيت احترامه وأدبياته. فكان المسرح هو الحقيقة خلق جدار رابع، هل عوضك وبالتالي قدرت وصل اللي بدي اياه. والدليل كي عندما الحقيقه عملت مسرحيه كيف يتخلص السيد ميكون بود من ألمه، الحقيقه كانت النبره بمعنى انه كان العرض اللي ما قدر كثير من المخرجين يعملوه، وانا شاب مراهق يعني كنت صغير. المسرحيه جعلت النص جانبا وبالتالي احدثت قتيلا في احد الحمامات، ودقينا للشرطة. هذه هي كان العرض المسرحي، دقيت للشرطة وقلت لهم في بمسرح الشعب بحلب انه في قتيل بالحمامات، واجت الشرطة والواوي والقضايا كلياتها، والجمهور اشتعلت الأضوية، وواحد بيقول بيحكي من هون ويحكي من هون بيحكي من هون. والحقيقة بعدين مسكوا جابوا الشرط الحمالات ونقلوا لبرا، وانتقلوا الممثلين لبرا، وطلع الجمهور وشعلت الإضاءة والموسيقى شاعلة من فلتيك اللي هذا الموضوع، وهذا هو العرض المسرحي. الساعة 8 المساء حتى في المسرح استدعى الشراك المتلقي استدعى إلى أنور. المساء استدعى إلى مخفر الشرطة، وهو إزعاج للسلطات لأنه دقيت لهم، هو كان تمثيلية الحقيقة. فهذا الموضوع الحقيقة كان تشغلني هاي الحالات بشكل أو بآخر، يعني عندما أشتغل في التعبيرية في الفن التشكيلي الحقيقة التعبيرية هي صوت متردي إذا لم تضعه في مكانه الصحيح، يعني الأدوات والرموز إذا لم تضعها في المكان الصحيح فهي الحقيقة تعكس الرؤية على تجربتك. إلى أي أحد الجرأة والحركة انعكست في الفن التشكيلي، وإلى أي حد سمح لك الفن التشكيلي بأن ترفع صوتك عاليا؟ أتذكر جلبت 15 شاعرا سوريا وقدمت لهم مجموعة من التابلوهات، ووضعت أمكنة كيف يكتبون الشعر الآني. أنا لا أريد أن يقولوا شعرا لشاعر معروف، فكل من تحدث بطريقة أو ما بها على الجلسة أو الزمان أو المكان أو الإيقاع
أو الحياة أو الضوء أو ما شابه ذلك كلها على هذه الأعمال، وأكملتها فنا، أكملتها رسما، وعرضت في المركز الثقافي العربي. لكن الغريب على الحركة المسرحية، إذا درستي بشكل كتير كويس أعمالي التشكيلية فهي مجاميع مسرحية، تشعري حشد رائع من الممثلين وممثل لحاله، وبتشعري البناء، وبتشعري هذه الإيقاعات الضوئية اللي أحيانا هي أكسجين العمل، وبتأكد على مسألتين. المسألة الأولى أني لست رساما، أنا مؤلف، وهي مسألة دائما أتحدث بها، وكل من يقول لي أنني رسام الحقيقة أنزعج من هذا الكلام. السبب، مسألة الرسم هو مسألة التعليم الأول. الآن أنت فنان كونشورتو، الآن أنت تقود مجموعة حركات وخطوط وموضوعات وبتضعهم على التابلو، لكن هذه التنسيقات هو إدارتك، عمقك، كيف تتعاطى مع هذه المواد، وكيف توقع بالأخير اسمك على العمل. حتى دهشني في حديث أحد الفنانين عن حضرتك، وتحديدا الفنان بديع جحجح، تحدث عن الخطوط السوداء، تحدث بشكل أو بآخر، يعني الآن الجملة تظهر، تحدث عن الخطوط السوداء في لوحة أنور الرحبي، يعني لابد أن هناك أثر من العمل في الجرافيك والعمل في الموتيفات في اللوحة، أم هو يذهب؟ أنا أريد أن أسألك الآن سؤالا. نعم. أنت وأنت المذيعة والمقدمة. نعم. للبرنامج، معدل البرنامج. المرأة الجميلة عندما تحدد أساورها، أقصد كحلتها في عينيها. نعم. بسواد، فهذا تظهر الجمال بها، والخط الأسود كذلك هو إيقاع للرسم وحصره، وبالتالي امتلاك نواصي المساحة التي تقوم أنت بفعلها. اللون الأسود الحقيقة هو من أجمل الألوان على الإطلاق، فكثير من الفنانين يأخذوا التيب تبع اللون الأسود خارج العلبة ويحطوه على جنب ويشتغلوا بوقية الألوان، فأنا بقيم نصف العلبة من الألوان وأضع بدلهم اللون الأسود. الأسود حياة، قيمة. اسمح لي أن أقول الجملة التي يعني اقتطعتها من جملة لبديع جحجاح في مقامات الحب والحرب، تلمح تلك الخطوط السوداء المجنونة المشحونة بالطاقة والعاطفة. يعني حضرتك لم تمتلك نواصي اللوحة فقط، وأنا امتلكت نواصي الشغف لدى المتلقي. دعني أسأل حضرتك عن الجوائز. أكثر مبدع سوري ينال جوائز على المستوى العربي. صحيح. والعالمي، من شنكار الهندية في الطفولة إلى الشارقة بنالي مسقط، وإلى مفتاح تونس، وميدالية كارل ماركس ألمانيا، وكثير من الجوائز التقديرية. ماذا تعني الجوائز لأنور الرحبي؟ هل يرسم لينال جائزة؟ لا لا لا، ماذا لا يعني نيله هذا الكم الكبير من الجوائز؟ أنا ابن مدينة قل الكلام بها وعرفت بعاداتها وتقاليدها التي ماسستني. لا. فالألوان الباتيك، الألوان الحارة، الألوان المعجونة في الأرض، وهي الألوان البنية والحمراء والقرمدية والكريجون وما شابه ذلك، الحقيقة شغلتني بشكل أو بآخر. وكما قلت وأسلفت أن الحركة في اللوحة أنا أميل إليها بشكل كبير، لأني شغلت على أجناس أدبية وفنية أخرى، فهي التي أمتعت المتلقي في عملي، وهذه مسألة مهمة جدا. لكن الجوائز، أنا أذكر جائزة واحدة فقط، والحقيقة لازلت لا تغيب عن ذهني أبدا أبدا. فكنت أنا ومجموعة من الأصدقاء، الحقيقة كان مجموعة من الأصدقاء، ولا أريد أن لا أنسى، كي لا أنسى أحد منهم، كنا في مسقط، وكان حوالي 132 فنان عالمي موجودين. وقاعد أنا وزميلي أسعد عرابي والدكتور نبيل رزوق، وكان معنا الحقيقة الفنان، لا أريد يعني أنسى بعض الأسماء. الحقيقة قاعدين بآخر الصالة، أثناء قام وزير الثقافة العماني الحقيقة بدأوا يقرأوا الأسماء، وقالوا الجائزة الأولى للفنان
الألماني فلان، نعم. والجائزة الثانية للفنان العماني فلان، والجائزة الثالثة للفنان المصري فلان. ولك قلت له لا سعد عرابي ولا زميلي الدكتور نبيل، قلت لك نحن ما بنفوز، ما بيعطونا جائزة. قال والآن تأتي الجائزة الكبرى سوريا. لما مين سوري؟ وإذا بيقولوا أنور رحبي حقيقة هي جائزة بينالي، هي بينالي مسقط. نعم حقيقة شعرت أنا بكهرباء توتر، يعني جائزة كبرى مو لعبة، يعني أولا كتلة مالية كتير كبيرة، نعم، وبآن واحد تكريم ويعني شغلة كتير كبيرة، فإضافة إلى جوائز كبيرة أنا جايب 19 جائزة دولية لسوريا، ومنها إحداها أهديتها للراحل السيد الرئيس حافظ الأسد، وهي جائزة اليونسكو، وهي من أرقى الجوائز على الإطلاق. وقد تستغربين ما هي فحوى هذه الجائزة، الجائزة هي البرواز، برواز اللوحة، حط حالك فيه. فهذه الجائزة الحقيقة لذلك عملت على المقامات داخل البرواز بشكل أو بآخر. الآن سنتحدث بعمق أكثر عن اللوحة وعن اللون لدى أنور رحبي، لكن اسمح لي أن أسألك يعني على عجالة عن ستة جماعة ستة زائد واحد، خمس فن ستة ست فنانين ونحات، نحات وجماعة الأربعة. نعم. دائما جماعات الفنانين تشكيليين أو أي جماعة تصمم نفسها أو تكون نفسها لا يرسم لها الاستمرار، لماذا؟ وإذا ما ذهبنا أيضا إلى مجلة التشكيلي السوري مع سعد القاسم وغازي عانة ومجموعة من الفنانين، لماذا هذه المشاريع الجميلة التي يمكن أن تحمل الهم الفني السوري وترقى به أيضا، لماذا لا يكتب لها الاستمرار؟ سيدتي أولا جماعة الأربعة هي مجموعة أربع فنانين سوريين، نعم، من محافظات مختلفة، وكنت دائما أنا أنبه نفسي على أن العمل الجماعي هو عمل منوط بالانتصار أو بالإبهار وتحقيق أحيانا ذاتية الفنان، نعم. الحقيقة واستمرت جماعة الأربعة مجموعة يعني سنوات قصيرة، نعم. أما ستة زائد واحد وهو كما أسلفتي أنت أنه الحقيقة ست فنانين مصورين ونحات واحد، وقمنا على العديد من المعارض، لكن هذه تحتاج إلى دعم مؤسسات، وكذلك النقد يحتاج إلى دعم مؤسسات. في غياب دعم المؤسسات للمبدعين السوريين، يا أخي لا تكرمني بس على القليل، على القليل احتويني، احتويني، عطيني حقي تماما. يعني تصوري فنان سوري ما عنده أتيلي، تصوري فنان سوري ما عنده راتب، تصوري فنان سوري ليس له تفرغ، تصوري فنان سوري لا يستطيع أن يقيم معرضا في دولة أخرى لأنه لا يمتلك نواصي المال. نقاط السنة اللي حضرتك عملت فيها ألم تقدم للفنان بحيادية، يعني نسأل هل النقابة، هذه النقابة ماذا قدمت للفنان؟ لك في شطرين مهمين جدا وهذا ليس دفاعا. نعم. النقابة أنا عملت بالنقابة قبل أن يكون اتحادا، واستطعنا أنا وسعد القاسم وغازي ومجموعة من الأصدقاء أن نقوم بجريدة التشكيل السوري، ومن ثم أصبحت فيما بعد مجلة، لكن تحتاج إلى دعم. لم تستمر وقتا طويلا. والسبب، والسبب هل ممكن أنا أجيب سبونسر؟ لكن لحذاء بده أحذية بحطه بالمجلة، أفهم هذا عمل راقي يحتاج إلى مؤسسات راقية، ثقافة، وعي. الحقيقة تدعم هذا العمل الثقافي، والعمل الثقافي هو عمل خاسر لكن له مديد، مديد في العمر. لكن سؤال احتياجات الفنان أستاذي، النقابة لا تحمي فنانها، لا يمكن أن تؤمن الفنان له. النقابة ليس لديها أكثر ما تقوم، ليس لديها مصاري، ليس لديها دعم مالي. نعم. النقابة هو انتخابات، والحقيقة بتمر سنتين وبتجي بعدها سنتين وبتنتهي هذا الموضوع. نحن نحتاج بالقانون 55 اللي أصدر في اتحاد العام للفنانين أن تفتح مؤسسات الدولة أبوابها على المبدعين. من المسؤول؟ من الذي يعني حضرتك كنت أمين سر في المسؤول من رئيس من السيد رئيس مجلس وزراء لوزير الثقافة، نعم، لكل المؤسسات والمحافظين اللي موجودين في هذه السؤال. أنتم فنانون الكبار، نحن بحاجة، يعني لا أعرف كيف هو من مسؤولية في مكان ما يمكن أن تقدموا شيئا. سأسألك عن موضوع التأليف. يا سيدتي معترضة، نعم،
ذهبت إلى الحسكة وكان أحد المحافظين في الحسكة، وأنا أرجو أن لا تقطعوا هذا الموضوع. نعم. فعندما دخلت أنا أمين عام للفنانين السوريين، فقلت له لا نحن جايين من مدير مكتبه. قال لي والله يا ريت تنتظرون شوي. انتظرت بعد شوي، انتظر شوي. قلت له لك حبيبي أنا جاي من آخر الدنيا مشان نشوف السيد المحافظ. قال لي يجي صباح فخري، طول بالك، معتقد أنه صباح فخري هو نقيبنا. موضوع كتير، موضوع خطير جدا يعني. الحقيقة نحن جهة تحتاج إلى دراية، تحتاج إلى دفء، تحتاج إلى وضع مساحة الحقيقة يختبئ فيها الفنان ليعلن صوته من جديد. لا سيما أن الفن التشكيلي كما قلت حضرتك هو فن نخبوي، وهو فعلا يما يعني يمس بشكل كبير الثقافة والحضارة. سيدتي أنا خريج تاريخ. نعم. التاريخ لم نقرأه إلا من فنه. نعم. من أعماله ومن منحوتاته وخزفياته وما شابه ذلك. يعني أنا أستغرب تماما أن سوريا مثلا بتطالع البينالي تبع اللادية بعد سنة بقرار انتهى. بتطالع مثلا معرض السنوي، السنوي مستمر من يوم كانت الله يذكرها بالخير ويعطيه ألف عافية الدكتورة نجاح العطار التي لعبت دور كبير في ثقافة، في ثقافة البصرية وتحديدا لصالح الفنانين تشكيل بشكل أو بآخر في هذا المجال. نعم. عندما ذهبت ذهب الفن. نعم. اسمح لي أن ننتقل مع حضرتك إلى الفقرة الثانية بأقلامهم لنتوسع أكثر في الحديث عن لوحة أنور الرحبي. تفضل. عندما نتحدث عن لوحة أنور الرحبي نتحدث عن الوقوع في إغراءات اللغة، نتحدث عن فضاءات القصيدة المنتشية باللون، ثم تتحول الحكاية إلى تمائم وأحجيات ورموز تستغرق في أعلى المشهد. اللوحة لدى أنور الرحبي قد تكون من يشعر أحيانا المتلقي بأنها من البساطة بمكان بحيث الجميع يمكن أن يفهمها ويقرأها، لكنها في موقع ما في أعلى المشهد تتحول من حكاية إلى تمائم وأحجيات. كيف؟ الحقيقة المقام اللي أنا اشتغلت عليه هو مقام الصوفي، وهذا المقام يحتاج أحيانا إلى وتريات ذاتية. نعم. تقوم على مسألتين. المسألة الأولى هو أن تكون بداخلك مجموعة من المكامن التي تقبض عليها من خلال الحياة اليومية، وهي مغطاة بثقافتك. والشيء الآخر هو مسألة البصريات، أن تقدم شيء لم يقدمه غيره، لكي لا تكون هناك الحقيقة اعتياديات على المشهد التشكيلي التقليدي يعني. فلجأت إلى مسألة المزار، والمزار حصانة نفسي منذ أن كنت في طفولتي، وهي الحجاب وقراءة القرآن على رأسي أو رأس غيري من الأطفال، وبعض الكلمات التي فيها نوع من الدعاء والاستجابة والاطمئنان والدخول في عالم يكاد أن يسحرك بمكان ما. الكلمة والحقيقة إيقاع الجملة التي يريد الآخر أن يدعو لك بها، فهذه كلها الحقيقة أدخلتني في مسألة صوفية. هذه الصوفية عمرتها في مسألة المزار. كيف ظهرتها يعني أستاذ؟ بالمزار. أنور. نعم. بالمزار. المزار الحقيقة هي مجموعة من المقابر الكبيرة، لكن لا يستطيع أحد أن يدخل هذا العالم. فاستطعت تماما أن أستقرئ هذه العوالم بالمسافات. قد تسأليني كيف؟ نعم. أقول لك، عندما تحضر العائلة وفي إشكال في العائلة بشخص ما، فنذهب يوم الخميس إلى المزار. نعم. والمزار يحقق الطمأنينة لهذا الشخص، ولعل في زيارتنا إلى هذا المقام أو المزار يشكل استحضار جديد لشخصيته ويصبح الحقيقة معافى. نعم. هذا هو الاعتقاد. نعم. أنا كفنان أنا قمت التالي، جعلت هناك صوتا يكاد أن يغمز للمتلقي
من خلال الأدوات التي قمت برسمها على أن المزار هو حكاية سالفة نحن نريد أن نقترب منها ونحقق كل ذاتية هذا المزار في داخلنا وفي أسرتنا اليومية. فأصبحت حكاية لدي أنا أصبحت حكاية، فأقدمتها أو قدمتها إلى المتلقي على أشكال مختلفة تماما، بس بعيدة عن الغرابة وهي قريبة من الصوفية. نعم، يعني يلفت النظر أيضا اهتمامك بتفاصيل المرأة في اللوحة، يعني أكثر من جانب الاهتمام بالمرأة أو بتصوير المرأة أو رسم المرأة التي لها علاقة بالتراث أيضا بالمنطقة التي أتى منها أنور رحبي، بالإضافة إلى يلفت النظر التقطيع في اللوحة، اللوحة التي فيها كثير من التفاصيل وعملت فيها على التقطيع. لماذا التقطيع؟ نبدأ من الدانتيل والمرأة وتفاصيل المرأة. هو تكنيك العمل، يعني أنا يعني لوحتي هي كانت تبدأ بالشكل الآدمي الواحد والتي تملئ اللوحة، سطح اللوحة شخص واحد هو البورتري، فأقمت العديد من المعارض هو بس بورتري، لكن لم يغب عني شال أمي الهبرية، لم تغب عني لأنها كانت ألوان مذهلة تماما على الإطلاق، فصعدتها بشكل أو بآخر وشاركت بالعديد من المعارض الحقيقة العربية والدولية والمحلية في هذه الأعمال. لكن عندما دخلت في عوالم المقامات الحقيقة دخلت إلى تقسيم هذه الأشكال وحركة هذه الأشكال وما تحمله من الدراما، حكايات الحقيقة التي أنا أشتغل عليها بشكل أو بآخر. العناصر أستاذ أنور الحركة وعلاقة هذه الحركة في اللوحة والوحدة وبالإضافة إلى المقامات، نفصل نكمل في حدث مذكري في مجال المقامات، نفصل حتى الحمامة، مقام الحمامة لدى حضرتك. الحمامة الدعوة إلى السلام والحب والحياة، الحقيقة الحمامة والنافذة أيضا لا كي لا أنتقل من واحدة إلى واحدة، الحمامة هو اللي هذه المساحة البيضاء التي تتحرك في كثير من إيقاعات الحياة، والحياة هي التي تشكل الانتقال في اللهجة وفي الصوت، وأحيانا تغرد هذا التغريدات. أنا تشغلني هذه، وهي دعوة للأصوات المتخالفة أو المختلفة لكي يصمتون أو يتقاربون على مساحة هذه على مساحة البياض. الحقيقة الحمام رمز جميل جدا، من بابلو بيكاسو إلى أهم الفنانين في العالم رسموا الحمامة على أنها هي دعوة للحياة والسلام وإلى ماذا. أما ما يتعلق بالنافذة، أنا كنت أسكن في القيمارية، فلوحتي القيمارية والتي هي حصلت أهم جائزة على الإطلاق أن من النافذة من الإطلالة، تصوري أنا سكنت بالقيمارية مثلا وأفتح النافذة صباحا أشعر أن طيور العالم كلياتها تقف على الأسطحة في دمشق القديمة. دائما يعني وكثيرا ما نلمح في لوحاتك النافذة، العبور إلى الضوء، العبور إلى الأمل. من نافذة أنور الرحبي؟ الحياة، نافذته الخاصة الحياة. الحياة، أنا أحب الحياة بشكل كثير كبير، وحبي للحياة الحقيقة هي ليست لهجة بقدر ما هي استمرار إيقاع نجاحي. فصدقيني إذا قلت أن النافذة إذا عرفت كيف تفتحها وبالوقت المناسب، يعني لا أفتحها هو أيام الشتاء، أفتحه عندما يأتي الشمس متسللا والحقيقة ينشر هذه الضوئيات الصغيرة في أرجاء الغرفة، أفتحها كي ألازمها وأقيم معها علاقة رائعة جدا. لماذا دائما ترسم؟ يعني يقال بأن أنور رحبي دائما هو يعني يرسم سكتشات ويقتني كل أصدقائه منها، هل هو طريقة عن التعبير؟ شيء ما نفسي لدى حضرتك هو للتعبير دائما بالرسم، هناك أسباب أخرى؟ الحقيقة في كثير من الاجتماعات حتى بدول عربية أو اجتماعات هون رسمية، فأنا أمسك مجموعة من الأوراق أتكلم وأرسم، وأهدي بعد الاجتماع كل واحد يأخذ واحد. ممكن أن تكون أساسا لفكرة ما أم هي يعني بأرضها تنتهي السكتش، ينتهي بأرضها، ممكن أن يكون فكرة
أو عتبة للوحة كبيرة، أم هو فقط تعبير طول الوقت؟ لا، هو الحقيقة ما أفكر فيه غير الذي يفكر فيه الآخر، فنصفه هو اجتماع حواري ونصفه الآخر فنان. أنا يعني قد وضعوني بأمكنة مسؤولة، لكن الحقيقة أنا غير ذلك، أنا زلمة فنان. الروح الشفيفة لدى حضرتك هل انعكست في اهتمامك بالشفافيات وليس بالسماكيات في مجال اللون؟ برافو عليك، هذا صحيح. فالألوان الشفيفة أو الألوان اللي هي سيوليات، سيولة اللونية اللي أحيانا تتعانق وتمتد وبالتالي تحقق هيك نوع من المساحة جميلة جدا لدى المتلقي. أنا أميل إلى الألوان الحقيقة ليست الإبهارية بس بقدر الألوان التي تلفت النظر. تعتبر الألوان الأساسية الأحمر والأصفر والأزرق في، يعني لم تكون تعمل على مزج ألوان وإظهارها بشكل أكبر في اللوحة؟ يعني العلاقة المباشرة، يعني له شيء له علاقة أنا من بالشغف، شيء له علاقة من حوالي 10 سنوات لم أرسم مساحة أكثر من 10 سنتي، يعني لم أضع لون أكثر من 10 سنتي. إذا هل هذا شيء يؤخذ على الفنان أم يؤخذ للفنان؟ لا لهذا ولا لذا. يعني بعض الفنانين يعملون على كيمياء اللون يعني وإخراج يعني أكثر من طبقة للون أو أكثر من درجة. أريد أن أقول لك لكي أقرب للمشاهد. نعم. عندما تجلس مجموعة من الصبية أو الشباب أو الناس ويدخل شخص ما والحقيقة يلفت النظر. نعم. البقية إما بكلامه أو بشخصه أو بعلمه أو بما سمع ما سمعوه عنه، فهذا يشكل حضور جميل وبالتالي يسيطر على المشهد. الحقيقة هذه الوحدات التي أنا أقمتها من الشارع والبيت والأصدقاء والجمعيات وحراك الناس وما شابه ذلك كلها تحولت إلى أشكال متعانقة وأحيانا فردية، يعني أضعها في مجموعة من أعمالي. نعم. وبالتالي تتعانق هذه كلها الحقيقة في تقاطعات بعمل سميته المقامات. نعم. قيل عنك يعمل على تحليل اللون لصالح الموضوع والحب والمناحي الروحية، إضافة إلى خلق تطور فخم للحب مسبوق بإنتاج ملمح، كلام لحضرتك، ملمح بصري مريح للألوان التي تستخدمها. اسمح لنا أن ننتقل إلى الفقرة الثالثة أستاذ أنور، والحديث في لوحتك يحتاج الكثير من ربما الحوارات، وإن شاء الله أكيد تستكمل. اسمح لنا أن ننتقل لنسأل أصدقاء ونقاد عن سيرتك الذاتية والفنية، ولكن بعد الفاصل. يا ريت، تفضل. أهلا ومرحبا بك من جديد أستاذ أنور. وصلنا إلى فقرة تحت الضوء ونستجلي فيها آراء لأصدقاء ولنقاد. اسمح لنا أن ينضم إلينا الفنان التشكيلي غازي عانا لنسأله عن لوحة حضرتك. يسعد أوقاتك أستاذ غازي. هلا. يعني معنا الفنان أنور الرحبي صديق حضرتك وكثير من التجارب المشتركة مع أنور الرحبي، ماذا تريد أن تقول لنا عنه وعن لوحته؟ الفنان أنور الرحبي هو صديق لمعظم الفنانين التشكيليين حقيقة، هو من الفنانين المتميزين بالرسم تحديدا. أول شيء هو رسام بامتياز، لأنه بيمضي معظم وقته بالنهار بيرسم سكتشات مثل ما بيحكي معك وبيغير الحديث وبيتناول لغة شعرية عظيمة بحديثه، بنفس الوقت برسمه فكتير بيشبه رسمه، يعني الحديث تبعه نفس المفردات، بيتكل على ذاكرة بصرية قديمة يعني توصل لحدود البادية، مستفيد أيضا من حداثة كل ما جد، يعني طبعا المشهد التشكيلي ووجوده بدمشق واطلاعه على معظم الفعاليات والتظاهرات الفنية. حدا مثقف كتير، يعني بيقرأ بيهتم بحاله كتير، فرسام مهم جدا. هاي الرسومات العديدة اللي برسمها يوميا
يعني بيهدي منها كثير لاصدقائه، مثل ما بيهديك كاس الشاي بيقدم لك كاس الشاي بيقدم لك سكتش يعني. فهذا السكتش مجموعه كبيره منهم ممكن بالمستقبل او باي وقت ثاني تتحول للوحات فنيه. شكرا لك الفنان التشكيلي والناقد غازي عانه. شكرا لكم وتحيه لاخونا انور. شكرا استاذ غازي، شكرا كثير لك. شكرا حبيبي استاذ انور، رايك بما قاله وحاجتنا فعلا الى رفض الحركه السوريه باي مشروع؟ والله انا كنت حابب اسمع قراءته الي اكثر يعني. الحقيقه استاذ غازي من الذين تعاملوا مع الكتابه وهو ناقد مجتهد، يؤكد دائما على بعض القضايا التي تهم الفنان اولا واخيرا، واقصد بالاهتمام هو الزوايا التي احيانا تختبئ وراء راي ما او اشكال ما او قضيه ما، فيعرفها ولا يعنفها. لا. فهو يؤكد. وغازي صديق جميل بالنسبة لي. اسمح لنا أستاذ أنور أن أخذ شهادة الأستاذ الناقد سعد القاسم معنا على الخط. سعد أوقاتك أستاذ سعد. يعني سعدوات الدكتورة، يعني ضيفنا الفنان التشكيلي أنور الرحبي، ونود لو نسمع قراءتك للوحة أنور الرحبي وللصديق أنور الرحبي. هلا مثل ما قلت بالآخر هو صديق، يعني صديق قديم أنور الرحبي، وصداقتنا بدأت من خلال يعني الفن التشكيلي. عموما اللي فيني يقولوا أنه عن أنور الرحبي أنه هو كان في شغلتين مهمة جامعة، أنه هو في تجربته الفنية المهمة كتير والخاصة كتير وميزة كتير، وفي عمل الثقافي بالمجال الفن التشكيلي. يعني هو يعمل نشر كتير مقالات مهمة، نشر لقاءات هامة مع فنانين تشكيليين، لقاءات عريقة. نعم. عمل أكثر من مؤلف، منشور عن حيدر رياضي، عن علي سليم الخالد. وكانت مشاركاته دائما بالندوات الثقافية كانت مشاركة غنية. هو بيمتلك شغلتين في موضوع هيك ندوات، اللي بيمتلك المعلومة وبيمتلك الأسلوب واللغة الجميلة اللي بيقدر يحكي فيها. نعم. أما تجربته الفنية فباختصر أنه هو يعني تجربة نماها بذاته، يعني بجهده بتعبه وبمتابعته المهمة. يعني وهو طبعا موهبته يعني كانت بينت من وقت كثير مبكر، يعني واخذ جائزه اطفال لما كان لساته يعني بسن مبكر كثير. نعم. وقدر بعدين هو ينمي اسلوب استفاد فيه من عمله بالصحافه، انه بالتاكيد على الخط بشكل اساسي. نعم. كعنصر اساسي في لوحته، يعني لوحه انه راح دائما بيلفت النظر فيها مثالة الخط وسلاسته ووضوحه أكثر ما هو يتجه للمساحات اللونية. نعم. المساحات اللونية بتعبي هذا الخط وتعبي الزخارف اللي دائما بتكمل، يعطي حالة من الفن المستوحى من التراث ولا أقول المستنسخ للتراث. شكرا. نعم. لك شكرا لك أستاذ سعد القاسم الناقد والفنان. شكرا. يا دكتور شكرا لك. يعني أستاذ أنور، الحديث عن مقامات الحب والحرب، المعرض الأخير لحضرتك وتحدث عنه الأستاذ سعد في صالة ألف نون للفنان التشكيلي بديع جحجح، كيف ترى انطباعك عن هذا التكريم وعن مقامات الحب والحرب؟ ماذا قصدت بها؟ هل العنوان شاركت أنت وضعته أم بمشاركة مع الفنان بديع؟ الحقيقة قبل ما مشاركتي مع الأستاذ بديع، الحقيقة الأزمة في سوريا التي استمرت قرابة ثمانية سنوات الحقيقة شغلتني بشكل أو بآخر، وأنا فنان بصري ومعنى بالكلمة واللون، ماذا أفعل؟ أريد أن أشارك، فهذه مدينتي، يعنيني الموقف، يعنيني كي أكون أنا صادقا في هذه الأزمة. اسمح لنا أن نستمع إلى شهادة الأستاذ بديع جحجح في مقامات الحب والحرب وفي حضرتك، وبعدها نعود لنكمل. تفضل. طيب. وقت اللي بنحكي عن الفنان أنور الرحبي، عمليا نحن بنحكي عن ذاكرة فنية كتير مهمة. علاقتي بأنه وخصوصا أنه إحنا عملنا معرض مؤخرا بصالة ألف نون، وكان في حشود رائعة من المحبين الطيبين
اللي اجوا يحتفلوا فعلا بحال الفن من خلال هذه الخطوط اللي كلها موسيقى وكلها شغف وكلها حب. ما فيني احكي بحقيقة بهذا الوقت المتاح عن شخصية مثل الأستاذ أنور رحبي إلا أنه نقول نحن محظوظين جدا بأنه على مدار زمني طويل أنه هو كان واجهة إنسانية لطيفة وواجهة فنية عالية المقام كانت بذاكرتنا. تحية للفنان التشكيلي بديع جحجاح مدير ألف نون. كنا نتحدث عن مقامات الحب والحرب أستاذ أنور، ورأيك في مقاله بديع جحجاح؟ يعني بديع مكمل تماما لما قلته أو أريد أن أكمله في قولي. الحقيقة المدينة اللي أنا وضعتها في معرضي هي مدينة لم تأتي من الأحلام، هي مدينة من الواقع. وعندما رسمت الشبابيك والنوافذ المختلفة المظلمة هي تعبيرا عن الرحيل، عن الرحيل والحقيقة التي نامت على الظلام. فهذا الرحيل الذي آثر بي وكنت أعلي صوتي أو أعالي صوتي لكي أبقوا هذه المدينة، المدينة عندما يتم الترحال منها هذا يعني موته. فعندما جالست بديع وقلت لماذا لا نسمي بعناوين مختلفة على هذا، فقال لماذا أنت ترسم المقامات وأنا الأوحد وهذا غير مدعي في أرسم المقامات، فقال لي شو رأيك أنك تسمي الحب والحرب، فهو يميل إلى الحب وأنا أميل إلى الحرب. قد تستغربين لماذا؟ عندما يميل هو إلى الحب فهو فنان ومدير صالي لعرض، وأنا أريد أن تتكرس هذه الحرب انتصارا وما حققه الجيش العربي السوري. ومعجم مفرداتي جديد على مستوى اللوحة وعلى مستوى الأدب وعلى جميع المستويات. تكون سوريا أستاذ أنور بحاجة إلى كل مبدعيها لتنهض نهضتها مع إعادة الإعمار ومع إعادة السمو نحو النور بوجود حضرتكم. نحن نشكر وجودك معنا أستاذ أنور الرحبي، نشكر الوقت الذي أتحته لتكون معنا في هذه الساعة الغنية جدا. وجودك يعني إثراء لمبتدأ الكلام الفنان التشكيلي أنور الرحبي، شكرا لك. شكرا كثير دكتورة، والحقيقة الأسئلة راحت في نفسي. هذا العجوز الداخلي وأصبحت صبيا الآن وممكن أذهب إلى المقهى بسرعة لأنه شعرت بأنه الحياة بدأت تدب في، لأنه الإعلام حياة حقيقة. الحياة تكون عندما فعلا نتلقاك ونتلقى الشغف والحب والحركة والمقامات في لوحاتك. بانتظار جديدكم دائما أحبتنا. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. وقفنا على ناصية الإبداع والإنسانية مع ضيفنا، وما زال مبتدأ الكلام ينتظر استمراريته لديكم. انتظرونا في حلقة قادمة، إلى اللقاء. Thank you.